فئات من الشعب كل واحد بيقول إشي، ودوم في اصطلاح قسم كبير من الناس اللي عم بقول عنا مرج. أما أنا بعد كلنا بنعتبر حالنا من سكان البقيعة، حي من أحياء البقيعة. وين خلقت؟ بالبقيعة. ولأن في 54 55 بدي حياة أبوي يعمر الدار هون. وهاي الدار حتى أنا اشتغلت فيها بإيدي، كنت بعد شاب صغير. وبعد ما توفي حياة أهلي هي طلعت لأخوي اللي عم لطفي اللي عم بيعمل لها اليوم شبوس، بده يسكر يعني يرممها، بده يحط يجوز ابنه ويسكنوا فيها. وهذا بيتك؟ هذا بيتي انا هون مع الارض غاد تحته، شايف؟ وين تعلمت الحام؟ والله انا مش شغلتي الحام، تعلمته متاخر. شغلتي في العمار كان بلاط، مواسير، كراميكا، قصاره. وبعدين قلت لازم يكون عندي بينة الحام واشتغل كل الشغل تبعي اللي بدي اياه بايدي، ما ادورش واحد يسوي لي اياه كيف بده، ابى اسوي شغل بدي اياه انا. بدي كثير اشياء ارجيكيه، بدي كثير اشياء تشوفها، يعني يمكن فش منها حتى موجود عند حدا. تفضل تفضل. هاي السر تبع كل اللي عاملوا عليها. السر اللي بتشوف فوق هو من هون بنبع. ايوه. بعدين اذا تشوفوها بيعرفوها الناس شو هي. دخن؟ انا بدخن مدخن مدمن، مدخن مدمن. اكبس اكبس. هاي يا سيدنا العزيز عملنا هون بالاول شلال مي، بعدين خطر ببالي هذا الشلال بزهق الواحد، مي بس مي. قلنا عملنا المعورة هاي اللي بتبرم كيف ما انت شايفها، هاي لها جياب بتحمل المي، تسأل من ناحة وبتظلها تضحك حالها يعني بشوية المي. بعدين عملنا عليها البوسكليت، هذا الاختيار اللي عم بسوق البوسكليت مسكين بالشمس بالساعة بهمه. بعدين عملنا الطير هذا اللي بيشغل جناحاته، بيشغل جناحاته مش قادر يطير. أيوة. والبطرح. أيوة. بعدين انه هذا هذول الحجرين اللي بدوروا هم من اشياء قديمه لعصر الزيتون، شباب كثير بيعرفوهوش عندنا اليوم، بيسالوني شو هذا الحجار هاي، شو بتعمل؟ بقول لهم هاي كان يفحشوا عليها الزيتون قبل ما يعصروا الزيت، يكون الزيتون مفحوش. عملتها على اساس انه شيء للذاكره. نعم. هاي من هون تطلع البقرة، هاي بتشغل هذا القضيب، هون بشغل منقل لشي اللحمة. شو بتحكي؟ يا زي ما انت سامع، بدك اسا بنولعه بندور الشاي اذا بدك مع كاس عرق. شايف؟ وبدحتريش؟ لا، لانه هون في محل هو اللي بيقلب اللحمة قلب، باب بتضل على وجه واحد بتقلب له باب، بتفتح وحط اللحمه وبتحطه مطرحه، بعدين هذا بقوم وبقعد، شايف؟ بقوم وبقعد هذا كيف انت بدك بتحطه، بتفرغ اللحمه منه. شو رايك تبيعني واحد زيه؟ والله انا ببيع منه، ببيعك زيه، بس انا عملت نظري بطل يساعدني للشغل حقيقه. وبحب انا بقى على فكره بحب اقول لك اني انا ما بدي احكر اي صناعه من هاي الصناعات، انا بدي كل انسان بيجي على باله ويجي ينقل ويعمل له، لاني قالوا لي احكي روح سجل، قلت لهم بدي اخليها مفتوحه لكل واحد بحب يجي يتنقل وبساعده بفكرتي ويعمل ايش بده. وهذا كله بتشغله المضخه اللي برا؟ هذا اللي قلت لك وين السر، المضخه بتاخذ الميات وبترجعهم، مع العلم انه هون هذا الشغل شغل اعصاب مئت جدا، واخذ معي كثير وقت، كل شغله منهم اخذت معي اسابيع.
يعني لاني مش عم بنقولها انا، انا عم بطلع برسمها بفكري وبفصلها بايدي. والله قعدت البدابة تشقح زيتون قدامي كل السهرة على كبشة زيتون. قلت لها السنة بتمضى وغير سنة انا بدي اعمل طريقة اريحك واريح غيرك من النسوان. جبت خططت لهاي الآلة هاي الصغيرة اللي هي من نورستا نضيفة لكل الشغل. أيوة. وهاي بتشقح الزيتون. هاي بنيجي بنركبها على الطاولة زي ما انت شايف، بنحط الزيتون هون بصحن. يلا بلش. وبنيجي حبة زيتون بنحطها هون وبنجرها تطلع مشقحها أربعة. شو شايف أخونا حبيبي؟ شايف الشغلة بأريحها؟ بدل المرأة ما تقعد كل نهار تشقح على حبة زيتون بتطلع لها إياها مشقحة بأهون السبايب. ها شايف كيف مشقحة أربعة شوح؟ بعد في إشي بدي أرجيك إياه اللي هو بتعلق بشغل أنا اشتغلته بنيته بأفكاري اللي هو مفيد كمان للبيت وبريح كثير ناس. ليش؟ بأرجيك إياه للزيتون والزعتر. هاي الميقنة اللي قلت لك عنها اللي هي دبل ميقنة، تطحن بترص زيتون رص مع هيك وتطحن زعتر. هون بنحط الزيتون بنعير له الباب تبعه طالع نازل حسب كبر الزيتون. وهي في لها آلة رجة بنزل الزيتون هون، شايف معلمي؟ بنزل بين هذول الحجرين، هون الغطا مشان حدا يشوفهم، وبوقع بصينية تحت مرصوف. طبعا بكون مجموع باللجن، بكون مجموع باللجن وبنحطه هون، نكبته هون، هون بنزل صب القهوة وواحد واقف أشلة. الكعكات هدول مين بيعملهم؟ كمالون الناجي يعني. بدأ فناني بيعملاني الكعك والمسائل الناجي. انتو مش لاهدين بتشتغلوا مع بعض انتو؟ نشكر الله نتعاون. بتعمل كعك؟ نعم. أو لمين؟ لأصحاب القرايب حبة البركة. توابل مختصة. حلو. شو بتنصحيني أخذ؟ من سلاسك من سلاسك عشان أنت تحكم. بحب اعمل اشياء منها الصناعة هاي اللي انت شفتها اللي فن، ومنها الكتابة ونظم الشعر وتأليف كتاب. وتأليف كتاب، انت ألفت كتاب مزبوط، ونحن بدينا نقرأ في هالكتاب. طيب انت من وين بتيجيك الافكار انك تعمل؟ تعلمت فيزياء، تعلمت هندسي، كيف تفهم بالمطور وبالدواليب؟ لانه اشي يعني عندي رغبه في اعرف كل اشي. عندي رغبه اذا بخرب عندي غرض بفتحه وبشوف لي خربان، اذا طلع بيدي اصلحه، طلع بيدي ما طلع بلاش بلا بوديه على صلح او بجيب له. لاني انا بحب اخبر كل اشي موجود. طب كيف تعلمت انه هاي قصه الدواليب والرومبيلات هاي اللي بتدور وهاي بتدور هيك والسرعه اللي بدور فيها الشاي اللي هو لا سريع كتير ولا بطيء اكثر من اللزوم، كيف تعملها هاي حسابها؟ اشياء هي حسب الكبر البكرات. اذا عندي دائري بقيسها على القطر من برا. أيوة. وباخذ الإقبال، إذا هي ربع بتنزل الثلاث أرباع. شو بتحكي؟ وهذا كيف تعلمت؟ بدون يعني هاي دائرة وهاي دائرة حطها جنب هاي. هاي بتدور دور، هاي بتدور 40. مظبوط صح. شايف كيف؟ أو بدك مي. هلا المي هاي مغلقة عندك؟ المي مسكرة. يعني مش مي اللي بتصرفها على الفاضي. لا 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 لا.
وفي حال التغيير المي انا كل ما ضخه وقديش الكهرباء عليها مش كثير مش مثل زي براد شو وبتشوي وقاعد ومبسوط ولا بتهوي مش كل شيء بس بالمصاري.